السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سنتناول اليوم شرح كيفية تنزيل المرئيات الفضائية من الموقع الشهير Global Land Cover Facility أو المعروف باختصار GLCF الممول من قبل شركة ناسا بالتعاون مع جامعة ميريلاند الأمريكية. في بدء الأمر نكتب في صفحة جوجل اختصار الموقع GLCF، فيكون هو أول موقع يتم عرضه من قبل محرك البحث جوجل. نختار Data Products، فيتم عرض جميع أنواع الأقمار الاصطناعية بمرئياتها، فنختار النوع المطلوب وليكن لاندسات. فيتم التنبيه لنا من قبل الموقع بأنه توجد طريقتين للوصول إلى البيانات Data Access. الطريقة الأولى عن طريق Via Search and Preview Tools، فيعرض لنا ثلاثة أنواع في هذه الطريقة لتنزيل المرئيات الفضائية. الطريقة الأولى عن طريق الماب سيرش، عن طريق البحث ثم تحديد المنطقة المراد تنزيلها. الطريقة الثانية عن طريق معرفة الباث والرو، إذا كنت تعرف رقم الصف الموجود به المرئية ورقم العمود. الطريقة الثانية برودكت سيرش، هو البحث عن جميع المنتجات. فإذا كنا نعرف الباث والرو للمرئية فيتم اختيار الطريقة هذه، أما إذا كنا لا نعرف الباث والرو فمن الأسهل أن نختار الطريقة الأولى كالتالي. يتم عرض الكرة الأرضية قارات العالم بهذه الطريقة. يتم عمل تزوين على المنطقة المراد تنزيلها، وليكن المنطقة في مصر. ثم يتم عمل سيلكت للمنطقة، نحدد من هنا نوع المستشعر ATM Plus، هذا يعني بأن المرئية ستحتوي على 9 بند، البند الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس 1 والسادس 2 والسابع، والبند البنكروماتيك بدقة 15 متر. أما TM هذا المستشعر الماسح الموضوعي سيماتيك مبر، والمستشعر مالتي سبيكترال وهو القمر الصناعي بدقة 60 متر. فنختار المنطقة المراد تنزيلها من خلال الضغط على إحدى هذه المربعات. هذه المربعات تعني الباث والرو لكل منطقة. عند حذف وعمل unselect لإحداها يتم بهذا الشكل. وعند اختيار أكثر من صورة يتم بهذا الشكل. حذف أخرى بهذا الشكل مرة أخرى. ويعرض لنا ستة مرئيات كنتيجة للبحث، كنتيجة مبدئية لهذا البحث. نكتب هنا تاريخ
المراد تنزيل المرئية خلال start date وليكن يوم 1 شهر 6 1990 والإند ديت شهر 1 يوم 1 شهر 6 وليكن 2008 أو حتى هذه اللحظة. ثم نضغط بريفيو عند داونلود. عملية العرض قبل التحميل ويعرض لنا صورة مصغرة للمرئية ويعرض لنا المرئيات المتاحة والتواريخ المتاحة لهذه المنطقة والمنتج لهذه المرئية ونوع المرئية إذا كانت انعكاس السطح أو مرئية مصححة غرفة والنمط للمرئية جيوتيف وموقع المرئية وكم بند متاح لهذه المرئية من خلال معرفة نوع المستشهد ETM Enhanced Schematic Mother Plus. الأكوزيشن ديت تاريخ الاكتساب هناك عن لدي هنا مرئية في 11/7/1999 ومرئية في 17/6/2002 ولدي 2005 ولدي 2005 مرة أخرى. بختار الأفضل وهو الأوردر واتبع هيئة المساحة الجيولوجية من خلال أونلاين الضغط على الأي دي للمرئية هكذا فيكون لي عن بيانات المرئية ETM الباص 177 والروت 83 177 الباص والروت 38 وحجم المرئية الحجم الفعلي للمرئية 605 ميجا. أنظر هذا داونلود نلاحظ أن الحجم الفعلي بعد فك الضغط 605 ميجا أما الحجم المضغوط 185 ميجا. فعند الضغط على داونلود يتم لنا فتح هذه الصفحة. الملف الأول JPG وهو لعرض فقط المنطقة بهذا الشكل. والملف الثاني Preview والملف الثالث براوز. ما يتم تنزيله ملف 1 و2 و3 و4 و5 و6 1 و6 2 و7 و8. طريقة التنزيل الضغط على البند فيفتح لنا برنامج داونلود انترنت داونلود مانجر ثم نضغط على ستارت داونلود فيتم تنزيل البند. لاحظ أن البندات سيتم تنزيلها بامتداد تف مضغوطة بعد ذلك يتم فك الضغط ثم فتحها في إحدى برامج التعامل مع المرئيات الفضائية كالإرداس أو BCI جيوماتيكا وعمل لير ستاك والتعامل معها كما ينبغي. أكبر حجم في هذه البندات هو البند رقم 8 البند كروماتيك وحجمه ما يعادل 83 ميجا هو البند اللي يحتوي على الدقة العالية. هذه هي الطريقة الأولى. إذا أردت التنزيل عن طريق معرفة الباص والروت نضغط على هذا الزر ونكتب الباص والروت
هكذا. الطريقة الثالثة لات ولونج عن طريق معرفة دائرة العرض وخط الطول. وليكن 30 ثم نضغط بريفيو داونلود فيأتي لنا بالمنطقة المحدد دائرة عرضها وخططها بهذا الشكل. أما الطريقة الثانية للتنزيل فتبدأ باختيار فيا FTP Server فيفتح لنا ملفات مثل تلك الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك WRS1 وهي الخاصة بالمرئيات المستشعر MSS وهي المرئيات القديمة. أما WRS2 هي المرئيات الحديثة الخاصة بمستشعر TM ومستشعر Enhanced Semantic Mother Plus. ويجب هنا أن نكون على دراية بالباص والرو للمنطقة المراد تنزيلها. فإذا كان الباص 177 فنبحث هنا عن 177 بهذا الشكل هكذا. ثم يفتح لنا داخل 177 الرو ونختار الرو وهو 38 هكذا. فنفتح لنا المرئيات بهذا الشكل. هناك مرئية لهذه المنطقة 2095 و2000. لعرض المرئية نختار 2005 مثلا. وقبل التنزيل نستعرض صورة المرئية لمعرفة المنطقة هكذا. ثم نعود لنحمل البند الأول والبند الثاني والبند الثالث والرابع والخامس وستة واحد وستة اثنين وسبعة وثمانية لمعرفة معلومات عن هذه المرئية بهذا الشكل. ملف MTL هيفتح بيتم فتحه. المرئية مكونة من بند 1 2 3 4 5 6 7 8 هكذا. إعادة مرة أخرى نبحث عن الرو 177 هكذا. الباص 177 والرو 38 هكذا. لكن الضغط هكذا ممكن تنزل بهذا الشكل. دول الطريقتين المفروض المستخدم يتبعهم عند تنزيل المرئيات من موقع Global Land Cover Facility الممول من قبل شركة ناسا للتعاون مع قمة ميريلاند الأمريكية.
شكرا للحسن استماعكم.